7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين النشرة: 148,000 طالب بدي أقول لهم اليوم أنتوا صرتوا بمثابة الناجحين. وزير التربية يقرر إعطاء إفادات نجاح للطلاب وتلف المسابقات. في موضوع الرئاسة لا نزال نصطدم بالحائط أنه أنا أو لا أحد. كلام نصر الله يصعب التوصل إلى حل للشغور الرئاسي، وأحمد الحريري يسأله: هل نشكرك على مجيء الإرهاب إلى لبنان؟ العبادي يعد برنامج عمل حكومة الشراكة العراقية وعملية مشتركة لاستعادة سد الموصل من داعش. مساء الخير. قرار وزارة التربية إصدار إفادات نجاح لطلاب الشهادات الرسمية وضع حدا لانتظارات أكثر من 140,000 طالب على امتداد الجمهورية اللبنانية، وفتح المجال واسعا لنقاشات داخل هيئة التنسيق النقابية بشأن العملية التفاوضية، ولماذا انتهت إلى ما انتهت إليه، وماذا تحقق من إنجازات بعد فقدان الهيئة لورقة تفاوضية أساسية، وماذا عن مصير سلسلة الرتب والرواتب. أما انتظارات أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى مسلحي داعش والنصرة فتحتاج إلى مزيد من الوقت، ريثما تتبلور نتائج المفاوضات البعيدة عن الأضواء والتي تتولاها هيئة العلماء المسلمين. وإن كان أهالي الجنود المختطفين قد سمعوا من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تأكيدا على متابعة الدولة لهذه القضية التي تحتاج إلى الصبر والعمل الهادئ وإلى الوثوق بما تقوم به الجهات الرسمية. أما إقليميا فالتوافق على حيدر العبادي رئيسا للوزراء العراقي أطلق العنان لمشاورات تشكيل الحكومة سريعا، ودفع بالخطط الأمنية لمواجهة داعش إلى الواجهة. وفي هذا السياق بدأت عملية عسكرية مشتركة بغطاء جوي أمريكي لتحرير سد الموصل من قبضة داعش التي تتعرض مناطق نفوذها لغارات أمريكية متلاحقة. إذن تستعد وزارة التربية لإصدار إفادات لتمكين الطلاب من الدخول إلى الجامعات بعد قرار الوزير إلياس بوصعب تلف المسابقات، فيما ينتظر أن يصدر موقف عن هيئة التنسيق النقابية هذه الليلة. تقرير منير الربيع. لم تعد هذه البطاقة التي يرفعها وزير التربية إلياس بوصعب مجرد بطاقة تخول الطالب الدخول إلى مراكز الامتحانات. استثنائيا هذا العام أصبحت تخول حاملها الدخول إلى الجامعة أو الترفع من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية. هي المرة الخامسة التي تلجأ فيها وزارة التربية إلى إصدار إفادات لطلاب الشهادات الرسمية. في المرات الأربع السابقة أصدرت الإفادات خلال فترة الحرب، أما اليوم فالسبب حرب من نوع آخر يختلط فيها السياسي بالنقابي. إذن وبعد انتظار ومفاوضات وتشاور وأخذ ورد، أصدر وزير التربية إلياس بوصعب قراره: إفادات ل148,000 طالب وإتلاف لأوراق الامتحانات. قرار النهائي أعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية، يعني بطاقة الترشيح، وعند التعليم المهني بسموها بطاقة الامتحان، إفادة تثبت قيده في أي من هذه الامتحانات تبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب إليها. يعني هذا القرار أولا بيسمح لكل الطلاب يفوتوا على الجامعات الرسمية والخاصة بلبنان وخارج لبنان. 148,000 طالب بدي أقول لهم اليوم أنتوا صرتوا بمثابة الناجحين. بدي أقول لكم مبروك، ولكن كنت بتمنى لكم مبروك من بعد ما كانوا امتحاناتكم تصححوا.
بوصعب حمل هيئة التنسيق مسؤولية ما وصلت إليه الأمور، فيما الهيئة تحمل مسؤولية ذلك للسياسيين. نحن حريصين لحد هاللحظة على الشهادة، نحن حريصين لحد هاللحظة نروح نصحح ونعطي شهادات، وهون في سؤال كتير كبير لازم نسأله لمعالي وزير التربية، الطلاب يسألوا إياه والأهالي يسألوا إياه، ليش أصرت اليوم تطلع مرسوم تلف المسابقات؟ ونحن عم نقول إنه ست بهية مشكورة إلا يومين ثلاثة عم تعمل جهد، واليوم كان مع الرئيس بري ورجعت رحت عند رئيس سنيورا وحكى مع الشيخ سعد، وفي اجواء انه حل بهذا الموضوع، نحن عم نتواصل معه، وفي جلسه لجنه التربيه يوم الثلاثاء. طيب ليش ما بينفسح هذه الاجواء الايجابيه تعطي نتائج؟ بنعمل جلسه تقرر السلسله بنروح على التصحيح. يبقى مصير طلاب لا اربع خمس ايام ما نقصها، يعني ما نقصها اذا كان في نتائج ايجابيه. الشهاده بتهمنا، ونحن لو هالسياسيين اقروا لنا السلسله ما توصلنا لهون. بس أنا في شيء بدي أكد عليه، قرارات هيئة التنسيق ولا مرة في حدا تفرد فيها مثل ما قال معالي، نحن قرارات هيئة التنسيق بتتخذها بالإجماع. وبين الأخذ والرد اتخذ القرار، وتتجه دوائر وزارة التربية إلى تعميمه خلال الساعات المقبلة لإصدار إفادات الدخول إلى الجامعات. وكانت اللجنة المركزية للمتعقدين الثانويين قد رفضت إعطاء الإفادات للطلاب والعودة إلى آلية التصحيح، وخلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام أعلنت اللجنة أنها تقدمت من النيابة العامة التمييزية بدعاوى قضائية بحق كل من تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالشتم والقطح والذم بسبب مواقفها من التصحيح. نحن ضد الإفادات ومع التصحيح، ونحن دعينا لأخوتنا بهي التنسيق ينزلوا على التصحيح، لأنه مثل ما شايفكم النواب وصلوا لهم ما في إقرار لسلسلة في ظل هذا الوضع الراهن، بالتالي هني قرأوا الرسالة لكنهم مصرين. نحن نزلنا على التصحيح وعارفين ما في تصحيح، لكننا كنا بطريقة أخوية عم نحفزهم ليشرفوا وينزلوا. بالتالي نحن توجهنا بدعاوى قضائية للنيابة العامة، توجهنا بدعاوى قضائية للنيابة العامة على بعض الأسماء اللي توجهت لإلنا بنعوت لا تليق بالتعليم والتربية. ما فينا نكون إلا مع حق كل أستاذ ملاك بسلسلة رتب أو بغيره، لكن بالمقابل أيضا نحن حقوقنا بدها تكون محفوظة. من المعيب أن يلجأ مدير ثانوية إذا أستاذ متعاقد عبر عن رأيه ونزل ليتضامن باعتصام أو نزل ليصحح أو ما شابه، اجي انا كمدير ثانويه قل له انت سنت الجاي ما لك عقد او ما لك ساعات، هيدا غير مقبول نهائيا. مطالب الاساتذه وموضوع سلسله الرتب والرواتب تابعتها رئيسه لجنه التربيه النيابيه النائب بهي الحريري بتكليف من الرئيس سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور وزير المال علي حسن خليل. أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بخطابه الأخير نظرية أن حزبه يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولعل اللافت دعوة نصر الله إلى محاورة نظام بشار الأسد وهو أمر غير ممكن وفق المعنيين. التقرير لربيع شنطف. ندعم توشيح محدد، اللي عنده حكي اللي عنده نقاش بيعرف مع مين لازم يروح يحكي، والحرف الأول من اسمه بتعرفوه شو هو. بكلام واضح أوصد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كل أبواب الحوار حول الانتخابات الرئاسية. نصر الله بدأ في خطابه وكأنه غير آبه بمسألة ملء فراغ الكرسي الأول، مركزا على أمور أخرى اعتبرها أكثر أهمية. سكر علينا باب إضافي، وكأنه في أبواب متتالية، باب إضافي سمحت السيد بالقول أنه تعرفوا مع مين لازم تحكوا، انه ما تحكوا معي، ما تحكوا مع الرئيس بري، روحكوا مع ميشيل هون. المشكلة انه صار في حكي مع العماد هون، يعني الرئيس سعد الحريري بادر في الوقت الذي لم يكن احد ينتظر ذلك، ولكن في موضوع الرئاسي لا نزال نصطدم بالحائط انه انا او لا احد. الجديد بكلام نصر الله هو دعوته الصريحة للحكومة إلى محاورة نظام بشار الأسد، وهو أمر يخالف رأي أكثرية اللبنانيين، كما يقفز فوق غالبية دول العالم التي لا تعترف بهذا النظام. وليد جبرات على حق اليوم حكي أنه هذا النظام لن يبقى، مش بس لن يبقى،
لم يعد موجودا. يكفي أنك تقرأ عن المظاهرات اللي صارت بالأمس في اللاذقية والتي ينادي بها إخوتنا العلويين منيح أنه لك الكرسي وقلنا التوابيت. هاي المظاهرات تشبه في نظري مظاهرات درعا في ربيع 2011. ما في نظام سوري نتحاور معه ولن يكون هناك اعتراف بالنظام السوري اللي يسعى ويجهد هو لإنقاذه ولم يستطع حتى الآن رغم كل الخسائر اللي تكبدها. داعش وهذه الظاهرة ظاهرة تهدد الجميع، ولكن أنا ما بروح بحرك وبحركش وكر الدبابير على حاله وعلينا كلنا. وهكذا فعل. أنا بقول هو على حق أنه أرسال يجب أن لا تنسى أنها جزء من البقاع وجزء من بعلبك الهرمل، وما ننسى أنه بعلبك الهرمل جزء من لبنان. بل المستقبل بعلبك الهرمل لأنه لا بالقلمون ولا بالقصير ولا بالحرس الثوري الإيراني ولا بدعم النظام السوري البائد. فيما يدعو نصر الله إلى توافق للتخلص من خطر داعش، يضع شروطا مسبقة لأي حوار، فضلا عن تمسكه بقتال عناصر حزبه إلى جانب كتائب الأسد. في المقابل، اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمثابة تبرير لأخطائه التي تجني الويلات على اللبنانيين، ورأى أن ما حصل في عرسال طبخة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي لإيصال الرسائل. رأى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله يستمر بتبرير أخطائه التي تجني على اللبنانيين الويلات، وأضاف: على ماذا نشكر السيد نصر الله؟ هل نشكره على الوضع الاقتصادي المتردي الذي ضرب البلد جراء سياساته، أو على مجيء الإرهاب إلى لبنان بسببه؟ وأكد الحريري أن الخطر الذي نعيشه بدأ في الصيف الماضي عندما بدأت التفجيرات الانتحارية وكرت السبحة، وآخرها كان في عرسال التي عاشت أياما صعبة قبل أن تحبط مع الجيش والقوى الأمنية المؤامرة الخبيثة التي استهدفتها على يد المسلحين. واعتبر الحريري أن موضوع عرسال لم ينتهي أمنيا، فأحداث عرسال انتهى جزء منها بالأمن وجزء بالسياسة وجزء بعد انسحاب المسلحين، وما زال هناك خيط موجود في هذه المشكلة وهو قضية المخطوفين من العناصر الأمنية والجيش. وطالب الحريري الدولة أن تعمل بشكل حثيث للكشف عن مصيرهم. وقال الحريري: الكل يعرف أن داعش تبيع البترول منذ سنة ونصف في سوريا، وربما يتم ذلك بشراكة مع النظام السوري. وسأل: هل دخول داعش والنصرة إلى عرسال كان لإعادة حزب الله بشكل طبيعي إلى لبنان كما عادت الميليشيات العراقية كلها بعد أن أخذت داعش الموصل؟ ولفت الحريري إلى أن هذه الطبخة الأمنية التي حصلت في عرسال ليست محلية فقط، هي طبخة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي بالدولي لإيصال رسائل. أما بالنسبة لنا، الرسالة كانت واضحة باستهداف مناطقنا. وأشار الحريري إلى أن حزب الله لم يكن قويا بسلاحه أو بإيران، إنما بالتفاف اللبنانيين حوله، متسائلا: أين حزب الله هو اليوم؟ وأين هو في لبنان بعد 7 أيار؟ وأين هو في العالم العربي بعد تدخله في سوريا؟ دعا رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط إلى مرشح تسوية لمنصب الرئاسة في لبنان. وفي حديث إلى قناة سكاي نيوز قال جملاط: لن ننتظر التدخل الخارجي لحسم اختيار رئيس للبنان، معتبرا أن هناك خطرا وجوديا يهدد لبنان والمنطقة العربية، وأن تنظيم داعش يستهدف تدمير المنطقة بأكملها وليس لبنان فحسب. أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمام أهالي الأسرى والمخطوفين من أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي عدم التخلي عنهم وبذل كل الجهود لتحريرهم. قضية أبنائكم لن تنام أو تتوقف، وسنبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عنهم. هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للجنة أهالي الأسرى والمخطوفين من الجيش وقوى الأمن، مشيرا إلى أن الدولة لا تفرط بمصير أبنائها ولن تتخلى عنهم. ودعا الرئيس سلام الأهالي إلى الصبر والتحمل والتنبه من محاولات استغلال مأساتهم واستثمار عواطفهم، وقال: إن الجهود التي تبذل للإفراج عن الموقوفين يجب أن تحاط بكثير من الدقة والعناية والتكتم لعدم تعريضهم للخطر.
وأشار إلى أن ما حصل في عرسال كاد يهدد الوطن برمته، لأنه جاء في ظرف عصيب تمر به المنطقة وفي وضع داخلي غير مستقر لم تفلح القوى السياسية حتى الآن في إيجاد حل له. واعتبر الرئيس سلام أن ما جرى في عرسال لم يكن ابن ساعته، وقال: كنا نتوجس من الوضع في البلدة منذ فترة بسبب انتشار أعداد هائلة من النازحين السوريين فيها، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يقوم المسلحون من داعش وغيرها بما قاموا به بهذه السرعة وبهذه الوحشية التي مارسوها على عرسال وأهلها وعلى الجيش وقوى الأمن. وأكد سلام أن الأمور لم تكن لتنتهي بالطريقة التي انتهت إليها لولا القرار السياسي بالمواجهة، مشيدا بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة. إلى ذلك، التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزي العميد الركن المتقاعد محمود الجمل، الذي شكر لقائد الجيش تعزية عائلته باستشهاد شقيقه العقيد نور الدين الجمل. جددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان نتيجة القلق المستمر على أمنهم وسلامتهم، وذكر التحذير الجديد بالتفجير الذي حصل في حزيران الماضي والتفجيرات التي طالت بيروت وطرابلس واغتيال الوزير السابق محمد شطح، معتبرا أن الاعتداءات باتت تتضمن انتحاريين بشكل دوري. كذلك سمى البيان المجموعات المسلحة في لبنان مثل حزب الله وجبهة النصرة وداعش وكتائب عز الدين القسام، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية تعتبرها كلها مجموعات إرهابية. هنأ وزير العدل أشرف ريفي قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على الإنجاز الذي حققته بتوقيف مشغل موقع لواء أحرار السنة، لأنها قطعت الطريق على الكثير من الفتن الطائفية. وأمام وفد من طلاب المستقبل في الجامعة اللبنانية، أكد ريفي أن طرابلس أقوى من المفتنين والغرف السوداء. أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن لا خوف على طرابلس لأنها أقوى من المفتنين ومن الغرف السوداء ومن الصحافة الصفراء. وخلال استقباله وفدا من طلاب المستقبل في الجامعة اللبنانية، شدد ريفي على أن أهل المدينة واعون لدورهم في هذه المرحلة. المنطقة فيها عواصف كبرى، المنطقة فيها رياح عاتية جدا، يجب أن نحمي هذا الوطن من العواصف الكبرى ومن الرياح العاتية. نحن على قدر المسؤولية، نحن على ثقة كبيرة وتامة تحت راية الشيخ سعد الحريري، تحت راية كافة المعتدلين في هذا الوطن. نحن ننجو وبالمركب وحنوصل لبر الأمان إن شاء الله. كأمني ألاحظ أنه في غرفة سوداء توزع خبر من هون وخبر من هناك، وتجر بعض الأبرياء أو السجج لمواقف غرائزية. بأكد لكل الشماليين، بأكد لكل اللبنانيين، نحن كصوت معتدل أقوى من صوت الغرائز، كصوت عاقل أقوى من صوت الغرائز. لن ننجر إلى فتن، لن ننجر إلى فرز التنوع اللي هو مصدر غنى ومصدر ثروة لهذا الوطن. ريفي أشاد بالإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات بتوقيف مشغل موقع أحرار السنة في بعلبك، واصفا الأمر بالعمل البطولي. وكشف ريفي عن أن اللبنانيين سيسمعون قريبا بإنجاز آخر حول ما يسمى موقع لواء الصليبيين. زار وزير الداخلية والبلديات مهاد المشنوق عضو هيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي في دارته في طرابلس، مطمئنا إلى صحته بعد تعرضه لإصابة أثناء وساطته في بلدة عرسال. اللقاء كان مناسبة للتأكيد على ضرورة تغليب منطق الاعتدال ورفض منطق التطرف بحضور عدد من المشايخ في المدينة، كما تم التداول في السجال الطائفي الذي ساد أحد المساجد في طرابلس الجمعة الماضي والذي استنكره الحاضرون، مؤكدين أن نشاطهم يقوم على الاعتدال وعلى أهمية العيش الواحد في لبنان بين المسلمين والمسيحيين. المسائية مستمرة وفيها بعد الفاصل. المعارضة السورية تطلب حماية دولية للمدنيين من تنظيم الدولة الإسلامية. وخلافات مستمرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال عشية استئناف مفاوضات القاهرة. المسائية مستمرة وإليكم تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. وزير التربية يعلن أعطاء الإفادات للطلاب وتلف المسابقات. كلام نصر الله يصعب التوصل إلى حل للشغور الرئاسي. سلام يؤكد عدم التخلي عن العسكريين المختطفين. ينهمك رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي بإعداد برنامج عمل حكومته الذي سيطرحه على الكتل السياسية.
في وقت بدأت القوات الكردية والعراقية عملية عسكرية مشتركة تحت غطاء جوي أمريكي لاستعادة سد الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية. بعدما حصل على دعم خارجي وداخلي آخره من سلف نوري المالكي، بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي إعداد برنامج عمل لحكومة الشراكة الوطنية التي يعتزم تشكيلها. العبادي الذي يحاول إيجاد صيغة مشتركة لبرنامج عملي المقبل استقبل الوفود المفاوضة ومن بينها الوفدان الكردي والعربي السني، وطرح عليهم رؤيته لتشكيل الحكومة واستمع إلى مطالبهم. كذلك دعا العبادي ألمانيا إلى مساعدة بلاده في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي أعلن في مستهل زيارته عن تخصيص بلاده مبلغ 24 مليون يورو لمساعدة النازحين العراقيين قبل أن يتوجه إلى أربيل، حيث تحدث عن دعم برلين لقوات البشمركة ضد تنظيم داعش. ويأتي ذلك في ظل بدء القوات الكردية والعراقية عملية عسكرية مشتركة تحت غطاء جوي أمريكي لاستعادة سد الموصل الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية. في هذا السياق قتل 16 عنصرا من داعش في سلسلة غارات جوية شنها الجيش العراقي والقوات الأمريكية على تجمعات إرهابية في منطقة سد الموصل، فيما استهدفت غارة أمريكية أخرى عربتين مدرعتين تابعتين لداعش جنوب منطقة سنجار. أبرق الرئيس سعد الحريري إلى كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي مهنئا إياهما بمنصبيهما، متمنيا لهما التوفيق في تحقيق الاستقرار والأمان والازدهار للشعب العراقي. وأمل الرئيس الحريري في برقيته إلى الرئيس العراقي أن يكون انتخابه فرصة حقيقية لحماية وحدة العراق والدفع نحو إيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة ولتمكين الشعب العراقي من تجاوز المعاناة التي يرزح تحتها منذ سنوات، مشددا على أن وحدة العراق تشكل أساسا متينا من أسس الاستقرار العربي. ذكر سكان في بلدتي راوة والقائم الواقعتين غرب محافظة الأنبار العراقية أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي زار مقاتليه في البلدتين ومعه نحو 50 سيارة محملة بالمقاتلين والانتحاريين لحمايته. وأضاف السكان أن البغدادي موجود الآن في بلدة القائم الحدودية مرجحين توجهه مساء اليوم إلى محافظة الرقة في الأراضي السورية. وكان البغدادي غرد على موقع تويتر قائلا إن جنود التنظيم معصومون من الخطأ لأنهم ملائكة الله على الأرض. شن الثوار السوريون قصفا بالصواريخ على مطار حمال عسكري، وقد تمكن الجيش الحر من قتل ما لا يقل عن 5 من عناصر حزب الله إثر تصديه لمحاولة تسلل نفذها الحزب في جرود القلمون. رغم التصعيد العسكري للنظام السوري في مناطق عدة بريف دمشق، تمكن الجيش الحر من استهداف معاقل حزب الله في جرود نحلة بمنطقة القلمون بالأسلحة الثقيلة وحققوا إصابات. في وقت انفجر الثوار أحد مقرات النظام شمال مدينة دارية في الغوطة الغربية لريف العاصمة. هذا واستمرت الاشتباكات بين الجيش الحر وكتائب الأسد على أطراف حي جوبر في دمشق وسط غارات جوية نفذها الطيران على الحي، بينما قصفت مدفعية النظام حي العسالي جنوب دمشق، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. بعد يوم من سيطرة الثوار على مجموعة من القرى والحواجز العسكرية المحيطة بمطار حمل عسكري، شن الجيش الحر قصفا بالصواريخ على المطار محققا إصابات مباشرة، ما أدى إلى تدمير طائرة حربية وأعطاب أخرى، بينما قتل عدد من المدنيين في غارات جوية على بلدات اللطامنة وكفرزيتة وطهماز في ريف حما. مع التقدم الذي يحرزه داعش في ريف حلب وبعد تمكنه من السيطرة على 6 قرى استراتيجية شمال حلب، حشدت كتائب الثوار المزيد من التعزيزات لصد الهجوم على المدينة وريفها. طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة بحماية دولية وتدخل عسكري لحماية المدنيين السوريين من تنظيم الدولة الإسلامية على غرار ما حصل في العراق، منتقدا الصمت الدولي عن مجازر داعش في سوريا.
في ظل تنامي عمليات الإرهاب في سوريا نتيجة القتل والدمار الممارس من قبل كتائب الأسد وتنظيم داعش على حد سواء، دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة في مؤتمر صحفي المجتمع الدولي لمساعدة الجيش السوري الحر، مناشدا العالم إنقاذ سوريا من الدولة الإسلامية. غرباء عن ثقافتنا وحضارتنا جاءوا إلى بلادنا ليزرعوا الإرهاب بتسهيل من النظام المجرم الذي يتبادل الأدوار معهم بقصف المناطق التي تقاتلهم لإتاحة الفرصة لهم لاحتلال مدن جديدة من بلادنا. إنني وباسم الإنسانية أدعو الأمم المتحدة وجميع الدول المؤمنة بالحرية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يتعاملوا مع الوضع في سوريا كما تعاملوا مع الوضع في كردستان العراق، فالمسببات واحدة والعدو واحد ولا يجوز الكيل بمكيالين. واعتبر البحر أن عدم رحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد يعني مزيدا من الإرهاب، مشددا على أن الصمت الدولي حيال ذبح السوريين غير مبرر. من جهته طالب وزير الدفاع المكلف في الحكومة السورية المؤقتة اللواء محمد نور خلوف طالب المجتمع الدولي بالتدخل لمساعدة الجيش الحر وإنقاذ ما تبقى من سوريا. يتطلب من المجتمع الدولي وبشكل سريع وعاجل تقديم المؤازرة إلى قوات الجيش الحر سواء بالأسلحة المتطورة والزخائر حتى يتمكن من الدفاع عن أهله وأبناء بلده. خلوف أكد أن دير الزور وحلب تواجهان خطر الدولة الإسلامية وطمأن الجميع أنه في حال تسليح الجيش الحر سيتغير الموقف جذريا على الأرض. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع قرارا تحت الفصل السابع لقطع التمويل عن الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ومنع تجنيد المقاتلين الأجانب، فيما طالب الائتلاف الوطني السوري واشنطن بشن غارات كما ذكرنا على مواقع داعش في سوريا. هي من المرات النادرة التي تتفق فيها الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على قرار واحد، وهي أجمعت هذه المرة على تبني نص قدمته بريطانيا يهدف إلى قطع التمويل عن الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ومنع تجنيد المقاتلين الأجانب. وفي محاولة لتضييق الخناق على التنظيمين وافق المجلس على القرار رقم 2170 الذي يندرج ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يسمح باللجوء إلى العقوبات وحتى القوة من أجل تطبيقه، ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية. وينص القرار على نزع السلاح وحل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سوريا بالإضافة إلى مجموعات أخرى على صلة بالقاعدة. وفي القرار حض مجلس الأمن الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، مع الاستعداد لإدراج الأشخاص الذين يمولون أو يسهلون سفر المقاتلين الأجانب على اللائحة السوداء. كما حذر من أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر مع هؤلاء المتطرفين، وأدرج 6 أفراد من داعش والنصرة على لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة. عشية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في القاهرة، دعت حركة حماس قوات الاحتلال إلى القبول بشروط الشعب الفلسطيني أو مواجهة حرب استنزاف طويلة. في الوقت الذي تتزاحم فيه توقعات المراقبين السياسيين حول مرحلة الهدنة وما بعدها، وفي ظل تباين المعلومات حول تعثر المفاوضات أو الوصول لاتفاق، أعلن مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل والتي ترعاها مصر ستستأنف صباح غد الأحد في القاهرة. وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الكرة في الملعب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق في حال وقف مماطلة الاحتلال، هذا وتوقعت مصادر فلسطينية قريبة من وفد التفاوض الفلسطيني وجود فرصة كبيرة لتوقيع اتفاق التهدئة الدائم بعد انتهاء موعد 5 أيام للتهدئة والمقرر انتهاؤها منتصف ليل الثلاثاء. من جهته قال بسام الصالحي عضو الوفد الفلسطيني المفاوض إن احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة ليست كبيرة بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة حول مختلف المواضيع. وأكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية
أن الوفد الفلسطيني مصر على إعادة تشغيل المطار وإقامة ميناء في غزة، فيما قال القيادي في حركة حماس معير رضوان أن حماس رفضت تأجيل البحث بموضوعي الميناء والمطار كما ينص عليه المقترح المصري وأجرت تعديلات على هذا المقترح. من جهته رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض عزام الأحمد أكد عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها على القطاع مطلع شهر سبتمبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة كافة الجهات الدولية والمانحين. ضبطت قوات الأمن المصرية 40 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتهمة تشكيل 6 خلايا لتفجير أبراج الكهرباء واستهداف منشآت للشرطة وللشرطة العسكرية، وعلم أن أفراد هذه الخلايا والعناصر اتخذوا من بعض الأماكن المستأجرة مأوى لإخفاء المركبات والمعدات التي استخدمت في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية وتخزين العبوات الناسفة والمواد الكيميائية. نظم عشرات الآلاف من المحتجين الباكستانيين مسيرات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء نواز شريف في أكبر تحد يواجه الحكومة حاليا. وكان كل من عمران خان لاعب الكريكات الشهير الذي يقود ثالث أكبر كتلة سياسية في البلاد ورجل الدين طاهر القادري قد دعيا لتنظيم هذه التظاهرات وطلبا باستقالة شريف وتنظيم انتخابات جديدة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد أكد لنظيره الأمريكي تشاك هيجل عدم وجود أي قوات عسكرية ضمن قافلة المساعدة الإنسانية المثيرة للجدل التي أرسلتها موسكو إلى شرق أوكرانيا. أضاف شويغو أن قوافل المساعدات ليست ذريعة لمزيد من التدخل. عثرت السلطات البريطانية على حاوية شحن في ميناء بمدينة أسكس البريطانية ووجدت فيها جثة رجل إضافة إلى 30 شخصا بينهم أطفال. وأضافت الشرطة بأن غالبية الأشخاص الذين عثرت عليهم يعانون من مشاكل صحية جسيمة وأنهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. في النشرة بعد الفاصل، حماد يتفقد مشاريع إنمائية في بيروت. وفي الرياضة، مانشستر يونايتد يفتتح الدوري الإنجليزي بخسارة غير متوقعة. في جولة تفقدية على المشاريع الإنمائية في العاصمة، أكد رئيس بلدية بيروت بلال حمد أن معظم الأعمال شارفت على نهايتها والبلدية بصدد دراسة مشاريع جديدة لتنفيذها. تقرير علاء سرحال. جولة ميدانية في عدد من شوارع العاصمة لتقديم صورة عن المراحل التي قطعتها المشاريع التنموية التي تقوم بها بلدية بيروت. الجولة انطلق بها رئيس بلدية بيروت بلال حمد يرافقه عضو المجلس البلدي مروان شهاب من شارع عبد الوهاب الإنجليزي في منطقة الأشرفية. فين حفلة تأهيل كاملة مش للبنى التحتية اللي صارت معظمها خالص بنى التحتية، يعني خط تصريف مياه الشتاء وتصريف المياه الآسنة، لا نحن عم نطلع على الأرصفة، على الشارع، على تخطيط الشارع، على الإنارة، على يسموه سايد ووك فرنتشر، يعني سلال الزبالة، مقاعد، عم نأهل العاصمة لتصير شوارع العاصمة مثل شوارع وسط مدينة بيروت. بعدها انتقل حمد إلى منطقة بشار الخوري حيث توضع اللمسات الأخيرة على أعمال صيانة النفق المتوقع أن يفتتح قريبا أمام أهل بيروت. صرنا بمرحلة التسفيت الأولي، هذا كان الخط اللي ما كان شغال بعد، تأخر المشروع شوي إذا بتذكروا كل العالم، مديرية الأثار اكتشفت أثار تعود إلى 7000 سنة، اللي اكتشفناه حنحاول بإذن تعالى، هيدا طلب من راس النبع، من اهالي راس النبع وجمعيات راس النبع، انه نجيب الاكتشافين نحطه على ظهر النفق بشكل انه اواخر ايلول اوائل ايلول ان شاء الله نفتح السير، اواخر ايلول اوائل تشرين هيدي المنطقه بتخلص الديزاين. هلا الحلو بالموضوع وهيدي لازم يعرفوا العالم، عم نحاول نعمل اكستنشن للشغل من هون لجسر فؤاد الاول، يعني على خط بشارة الخوري لنوصل
لجسر فؤاد الأول يعني قريب من منطقة أصاص. كما كانت جولة في منطقة المصيدبة حيث تنفذ ورشة صيانة للأرصفة، ومن ثم إلى جادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرمل البيضاء لمتابعة تأهيل المقاعد وتشجير المنطقة، مع التأكيد لفريق العمل على أهمية أن تراعي الأعمال المواصفات العالمية وتجميل لواجهة بيروت البحرية بدءا بجادة رفيق الحريري. جادة باريس بعرفوها من أجمل صارت الوسطيات، ورصيف دائما عم نعتني فيه. في مشكل واحد اللي هو الشجر الناقص، هذا عم نعمل على أنه نشتري شجر واشنطنيا وبلح لنستكمل نكمل الفراغات. حمد وعد بإقامة ورشة كبيرة للأدراج التراثية في بيروت لإعادة ترميمها والمحافظة عليها كجزء من تراث العاصمة. زار مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان مسجد الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وضريح المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد. على رأس وفد من العلماء زار مفتي الجمهورية اللبنانية المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان مسجد الإمام الأوزاعي رضي الله عنه، حيث قرأ الفاتحة أمام مقامه، لافتا إلى أنه كان رجل الحوار والداعي دائما إلى العيش المشترك. ثم انتقل المفتي دريان إلى ضريح المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد حيث قرأ الفاتحة عن روحه الطاهرة. كما زار ضريحي مفتيي الجمهورية السابقين المرحومين محمد توفيق خالد ومحمد علاية. وكان المفتي دريان استقبل في دارته منسقية بيروت في تيار المستقبل برئاسة المنسق العام لبيروت المهندس بشير عيتاني في زيارة تهنئة. عيتاني أكد التعاون مع المفتي دريان في التصدي لكل محاولات تشويه صورة الإسلام والمسلمين ولجم إرهاب التطرف بالاعتدال تحت مظلة المؤسسات الشرعية ودولة القانون. من واجبنا نكون نوقف حده، ونحن حنضل بجنبه طيار المستقبل لهو مفتي الجمهورية مفتي جميع المسلمين. كما التقى المفتي المنتخب وفدا من قطاع المحامين في تيار المستقبل برئاسة فادي سعد مهنئا بانتخابه. في خطوة ذات دلالات بالغة الأهمية يزور البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي على رأس وفد من بطارقة الشرق كردستان العراق في الساعات المقبلة لإعلان التضامن مع المسيحيين ودعم صمودهم وتوفير مقومات بقائهم في أرضهم. وأشارت معلومات إلى أن الزيارة المرجحة الاثنين كحد أقصى سيكون من المشاركين فيها بطريركا السريان الأرثوذكس والكاثوليك وثلاثة بطارقة آخرين وعددا من المطارنة، وسط تقارير عن إمكان زيارة الوفد لبغداد إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك. دعما لأهالي غزة ولمسيحيي الموصل، لقاء تضامني في عكار شدد على ضرورة التوحد في مواجهة الإرهاب أيا يكن مصدره. بدعوة من رئيس بلدية ببنين كفاح الكار وبلديات المنطقة، نظم لقاء تضامني عكاري دعما لصمود الشعب الفلسطيني في غزة ومسيحي الموصل في العراق، وذلك بحضور النائبين هادي حبيش ونضال طعمي وحشد من فعاليات المنطقة السياسية والاجتماعية. نحن بنفس اللسان الذي نستنكر فيه العدوان الصهيوني على أرض غزة وفلسطين نستنكر أيضا تهجير المسيحيين من أرض العراق، ونحن نقول هذا ليس منطقا إسلاميا ولا دينيا ولا مسيحيا. أن نتعاون جميعا ونتضامن جميعا لمواجهة المشروع الصهيوني الكبير الذي هو يجب أن يكون هدف الأساس للمواجهة، وأن نبتعد جميعا عن الفتن الداخلية هنا وهناك وهنالك. قضية فلسطين مركزية، فلا نقبل أن تتحول البوصلة إلى منطقة أخرى لكي تضيع الهدف عن فلسطين الأساس. كنا نعتقد في السابق أن غزة محتلة من الصهيوني، لكننا اليوم نرى بأم أعيننا بأن العالم العربي بأسره محتل من الصهيوني إلا غزة. وكان الاحتفال قد بدأ بقراءة آيات من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء غزة ولبنان والعراق. عصرا وقع حادث سير مروع على أوتوستراد صيدا سور الدولي أدى إلى وفاة شخصين وجرح أربعة آخرين. الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة بين سيارة من نوع هوندا وأخرى من نوع كيا، وأدى أيضا إلى تحطم السيارتين. بسيطة، الله يرحمه. بتصير. منير، نصل إلى النشرة الرياضية حيث يرافقنا فيها بعد قليل محمود سمورة.
أخبار رياضة، مساء الخير. أعلن نادي العهد لكرة القدم تعاقده رسميا مع المهاجم المصري عمرو زكي بصفقة انتقال حر. ونقلت وكالة رويتر عن أمين عام نادي العهد محمد عاصي أنه زكي أصبح لاعب بالفريق اللبناني بعد ما وقع اليوم بدبي عقد رسمي لموسم واحد مع تميم سليمان رئيس نادي العهد. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منتخب السعودية رح بيخوض مباراة ودية مع منتخب لبنان بمدينة جدة ب 14 تشرين الأول أكتوبر المقبل. المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخب السعودي لبطولة كأس الخليج 22 اللي بتستضيفها الرياض بتشرين 2 نوفمبر المقبل، علما أن منتخب السعودية رح يلعب عدة مباريات ودية أخرى أمام كل من منتخبات أستراليا وأورغواي وفلسطين. بدأ مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد الهولندي لويس فان غال مشواره بالبريمير ليج بشكل سيء للغاية عندما سقط أمام جماهيره بأولد ترافورد بهدف مقابل هدفين أمام سوانزي سيتي. الخسارة هي الأولى اللي بيتلقاها المانيو بتاريخه على أرضه بافتتاح البريمير ليج. المدرب الهولندي لويس فان غال عبر عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام سوانزي بافتتاح الدوري الإنجليزي. فان غال قال: لم نلعب كفريق وهذا كان العيب اليوم، وأضاف: خيبة الأمل كبيرة للجمهور واللاعبين، وهذا يوم سيء للغاية بالنسبة لي، لكنه قلل من وقع الخسارة بالقول إن مباراة واحدة فقط. أعلن نجم المنتخب الألماني وفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بير ميرتساكر اعتزاله اللعب الدولي. ميرتساكر البالغ من العمر 30 عام واللي مثل منتخب بلاده ب 104 مباريات توجه مؤخرا بالفوز بكأس العالم الأخيرة انضم لمواطنيه ميروسلاف كلوزي وفيليب لام ليصبح ثالث لاعب ألماني يعتزل دوليا بعد مونديال البرازيل. تدرب لويس سواريز امبارح مع فريق برشلونة بعد تخفيف عقوبته بسبب عضه لمدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني خلال نهائيات كأس العالم 2014. سواريز استفاد من قرار محكمة التحكيم الرياضية اللي سمحت له بالتدريب مع زملائه بفريق برشلونة اللي أبقت على عقوبة الإيقاف اللي أصدرتها لجنة العقوبات بالفيفا واللي بتمتد لأربع شهور وتسع مباريات مع منتخب بلاده. وسيكون بإمكان النجم الأورغواياني المشاركة مع الفريق الكاتالاني بالمواجهة الودية أمام ليون المكسيكي بعد بكرة الاثنين. نشر نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة التقطها بنفسه مع حذائه الجديد. ميسي وعبر صفحته على موقع فيسبوك شكر شركة أديداس اللي صممت له الحذاء الجديد F50 وذلك باللون الأصفر واللي بيظهر عليه بشكل واضح اسم النجم الأرجنتيني تياغو. ومن الفوتبول لأخبار التنس وآخر نتائج بطولة سينسيناتي الدولية للماسترز. تواصلت بولاية أوهايو الأمريكية منافسات الدور ربع النهائي لبطولة سينسيناتي لأساتذة التنس. الإسباني ديفيد فيرير المصنف السادس واجه مواطنه تومي روبريدو المصنف 16. روبريدو اللي كانت خط المصنف الأول الصربي نوفاك جوكوفيتش بالجولة السابقة ما تمكن من مواصلة مفاجآته أمام فيرير اللي نجح بحسم اللقاء لصالحه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4-3-6 و6-3. النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر واجه البريطاني أندي ميري، وبعد ما خسر المجموعة الأولى تمكن ميري من التقدم 4-2 بالمجموعة الثانية، لكن فيدرر عاد بقوة ليكسب المجموعة الثانية وينهي المباراة بواقع 6-3 و7-5. وبمنافسات السيدات تأهلت الدنماركية كارولين فوزنياكي للدور نصف النهائي بعد فوزها على البولندية أنياسكا رادفانسكا بمجموعتين دون مقابل 6-4 و7-6، وهي رح بتواجه بدور الأربعة المصنفة الأولى الأمريكية سيرينا ويليامز اللي تأهلت بسهولة على حساب الصربية إلينا يانكوفيتش.
وإلى الدور نصف النهائي تأهلت المصنف الخامس الروسي ماريا شارابوفا بفوز على المصنف الثاني الروماني سيمونا هاليب. شارابوفا اللي خسرت المجموعة الأولى 3-6 تمكنت من الفوز بالمجموعتين الثاني والثالثي على التوالي بواقع 6-4، وهي راح بتقابل المصنف التاسعة الصربية إينا إيفانوفيتش المتأهلة بسهولة على حساب الأوكرانية إلينا سفيتولينا. سيكون الإسباني مارك ماركيز أول المنطلقين بسباق جائزة التشيك الكبرى المرحلة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي. ماركيز بطل العالم ومتصدر الترتيب العام للموسم الحالي، حقق أسرع زمن بالتجارب الرسمية على متن دراجته ريبسول هوندا، وبيأمل ماركيز الفوز بالمركز الأول بكرة ليصبح أول دراج بتاريخ البطولة يحقق 11 لقب متتالي، علما أنه عادل بالجولة الماضية الرقم القياسي اللي كان سجله الإيطالي جياكومو أغوستيني من حوالي 45 سنة. هيدا كان كل شيء بالرياضة رشا، بنرجع لعندك. شكرا محمود. في مشهد بات مألوفا على شاطئ مدينة صيدا، عثر عدد من رواد البحر على سلحفات معمرة نافقة على الشاطئ الرملي الشمالي للمدينة، حيث سارعوا لإبلاغ فريق بلدية صيدا الفرق بلدية صيدا التي عملت على رفعها من المكان. مصدر مطلع قدر عمر السلحفة بأكثر من 100 عام، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية سجل نفوق أكثر من 6 سلاحف معمرة على شاطئي صيدا وصور من دون أن يعرف سر نفوقها، حيث بقي هذا الأمر لغزا يحير المهتمين بالبيئة البحرية، خاصة وأن هذه السلاحف تعتبر صديقة للبيئة والإنسان. احتفلت العاصمة البلجيكية بروكسل بالذكرى 50 لاتفاق هجرة العمالة التركية إلى البلاد عبر صنع سجادة ضخمة من ورود على مساحة 1800 متر مربع، وشارك أكثر من 100 عامل طيلة يوم كامل في حياكة سجادة الورود التي تضم أكثر من 750 ألف وردة، ويبلغ طولها 75 مترا وعرضها 25 مترا. وللمناسبة وضعت السجادة الشبيهة بالسجاد التركي في ساحة جراند بالاس بالقرب من بلدية بروكسل. ونصل الآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. جو صيفي مستقر بعد مسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها أكيد منشوفها بعد شوي. بننتقل هلأ على فقرة صورة وشمسية، ومن صورة هشام الطويل منوصل على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا مع القاهرة 38، تونس 30، الرباط 31 درجة، الخرطوم 39، بغداد 47، دمشق 36، القدس 31، منامة 40 درجة، والختام مع الكويت 44، الدوحة 42، أما الرياض 39 درجة. نوصل هلأ على طقس لبنان، عم بيكون في عنا طقس مشمس إلى قليل غيوم مع حرارة على الساحل عم توصل أقصاها ل 32 درجة، أما أدناها ل 24 درجة، الرطوبة عم بتسجل 75%، أما سرعة الرياح عم توصل ل 30 كيلومتر بالساعة، بالجبل عم تتراوح بين ال 20 وال 27 درجة، أما بالداخل عم توصل أقصاها ل 33 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية، بنبلش مع عكار 32، طرابلس 31، الأرز 23، الكورة 30 درجة، الهرمل 31، القاع 30، بعلبك 28، رياء 31 درجة. نوصل بجولتنا عجبال 33، فريا 29، جونيا وبعبدة 32 درجة، وبيروت كمان عم تسجل 32 درجة مع طقس مشمس إلى قليل الغيوم. نوصل بجولتنا على زحلة 32، شتورة 31، عنجر 30، مشغرة 32 درجة، جزين 31، رشايا 32، مرجع عيون وبنت جبال 31 درجة، والختام مع بيت الدين 30، أما صيدا صور وقانا و 32 درجة. كيف رح يكون الطقس بالثلاث أيام الجايين منشوف سوا. منبلش مع بكرة الأحد، مثل ما ذكرنا عم بيكون عندنا طقس مشمس إلى قليل غيوم مع حرارة عم توصل أقصاها ل 32 درجة، أما
أدناها ل 26 درجة، عم ترتفع درجة واحدة للتنين وعم بتسجل أقصاها 33، أما عم ترجع تنخفض درجة واحدة للتلاتة وعم بتسجل أقصاها 32 درجة. بمنطقة الأرز وعلى ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين ال 17 وال 23 درجة. بعتوا لنا صوركم على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، أكيد شو ما كان طقسكم المفضل، لقونا على طول على المستقبل. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. 148 ألف طالب بدي أقول لهم اليوم أنتوا صرتوا بمثابة الناجحين. وزير التربية يقرر إعطاء إفادات نجاح للطلاب وتلف المسابقات. في موضوع الرئاسة لا نزال نصطدم بالحائط أنه أنا أو لا أحد. كلام نصر الله يصعب التوصل إلى حل للشغور الرئاسي، وأحمد الحريري يسأله هل نشكرك على مجيء الإرهابي إلى لبنان؟ العبادي يعد برنامج عمل حكومة الشراكة العراقية وعملية مشتركة لاستعادة سد الموصل من داعش. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، من محمود ومني أطيب التمنيات وإلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you.